مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلم وفكرة. بنقابلكم بكل حب في لقاء متجدد مع البرنامج. في الحقيقة النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل أب وأم وكل أسرة، وهي شكل العلاقة بين الأطفال ووالديهم. في البداية أحب أرحب بزميلتي العزيزة جدا نشوى. أهلا وسهلا بيك يا نشوى. أهلا بك يا إيمان، وحشاني ومنورة طبعا الاستوديو. ميرسي يا حبيبي. وإحنا بنرحب بيكوا بكل السادة المشاهدين في كل مكان وفي كل بيت. وفعلا النهاردة موضوعنا موضوع مهم جدا، هو علاقة الطفل بوالديه، لأن هي تعتبر من أهم العلاقات اللي بتشكل حياته في سواء حاليا أو في المستقبل. وطبعا لكل برضو يعني مهم جدا ان تكون العلاقه صحيحه وسليمه وقايمه على مبادئ سليمه مليانه بالحب والاحترام والاهتمام. واكيد طبعا ان لازم ياخدوا بالهم جدا كل اب وكل ام من السلوكيات الخاطئه لاطفالهم، وان هم مهم برضو والاهم من ده ان هم يواجهوا السلوكيات دي ويحاولوا ان هم يعدلوها ويبقى ليها ردع من البدايه. علشان كده بيساعدنا النهاردة أن يكون منورنا ومشرفنا في الاستوديو الأستاذة فنار خليل، أخصائي علم النفس وماجستير التربية الخاصة. أهلا بيك يا أستاذة، نورتينا وشرفتينا النهاردة. ربنا يخليك، متشكرة جدا. تسلم يا حبيبتي. نورتينا يا دكتورة فنار، ويعني شرف لينا أن حضرتك معانا النهاردة بإذن الله. أوي أوي، ربنا يخليكي. في البداية عاوزين نعرف من حضرتك، إيه هو الشكل الصحيح للعلاقة بين الطفل والوالدين؟ طيب، هو العلاقة بين الطفل والوالدين لازم نعرف ان احنا اصلا الوالدين هم اللي بيحددوها، لانه الطفل اصلا بيتولد هو صفحة بيضاء، اللي بيغيرها كلنا هو الوالدين، على اساس ما هم بيتعاملوا وبيتعاملوا مع بعض وبيتعاملوا مع الطفل، هو ده اللي بيطلع الطفل. يعني الطفل مثلا بيتولد هو بالفطرة، ربنا بيخلقنا كلنا زي بعض بالفطرة بتاعتنا، لكن مثلا نيجي في طفل يتولد ويبقى عنده مثلا سنتين لثلاث سنين، نلاقي الاطفال هم عايزين عندهم حب التملك، وده طبيعي جدا جدا في السن ده. نلاقي الاب والام متضايقين جدا جدا، لا يا حبيبي ده مش لازم تدي لطنط، لازم تدي لعمه، لازم تكون حبوب وتساعد الناس. هم اللي بيعلموه، هو بيعلموه كده. بس هو الموضوع انه الفكره دي اكبر خطأ، لان ده طبيعي في السن من سنتين لثلاث سنين، ده طبيعي، هو حابب يمتلك حاجته. يجي يعني بقى احنا مش صح ان احنا نعدل السلوك دوت، لا، لان ده السن ده طبيعي، ده طبيعي هو يعمل كده في السن، سن من سنتين لثلاث سنين ده طبيعي. نيجي بقى المشكله ان احنا يجي لنا مثلا الاب والام في سن ست سنين سبع سنين يشتكوا لنا جدا انه الابناء ابتدوا يحصل لهم حاجه غريبه جدا، يسيب الشنط بتاعته ويتضيع منه اقلامه ويتضيع منه شكيله في المدرسه، بيضيع منه كل حاجه، لان احنا في الفتره اللي كانت طبيعيه وكانت بالفطره ان هو يمتلك اشياء، هو اللي حصل العكس، ان هو قرر لا مش دي، مش مفروض تعمل كده. فده شيء احنا خطا بنعمله كالوالدين. كمان من الخطا اللي بيعملوه الوالدين ان هم يتعاملوا مع بعض، اصلا مع بعض الاب والام يتعاملوا بشكل في عصبيه، في عنف، في شيء يبينوا المشاكل قدام الاطفال. بالظبط. يعني ما طبعا ده بيأثر على تربيتهم ونشأة الاطفال، ويغير في تعامله مع الوالدين ومع حتى اخواته. بس هو صحيح ان شخصيه الطفل بتبدا من سن سنتين، بتبدا تتكون، ولا التربيه او الشخصيه بتبتدي تتكون من سن كام؟ يعني هو بتبتدي من هو جنين، عشان كده تلاقي انه في ام واب عندهم وعي قاريين كويس، ودي بنطلبها دايما انه لازم زي مثلا بتجيب اي جهاز يبقى عندك كتالوج ليه، فبتقعد تقراه. فانت ازاي وانت جايبه طفل ما تقعديش تقري وتعرفي عشان تجهزي للطفل اللي جاي اللي هتعملي منه شخصيه كبيره قوي وانت مش بتقري عنه. فلازم نقرا. في اطفال من واحنا وهو جنين بنطلب منهم ان هم يقولوا الكلام الكويس، يعني الام تبقى وهي حاطه ايديها على مثلا على بطنها بتتكلم البيبي، وهو في بطنها بتسمعه قران، بتسمعه موسيقى، بتسمعه حواراتها انها قد ايه حباه وانها سعيده جدا ان هو جاي. وبيستجيب طبعا الطفل، الجنين بيستجيب من جنين، الجنين من اربع سنين بيسمع، من اربع شهور، من اربع شهور، من اربع شهور، وهو عنده اربع شهور بيسمع. فاوريدي هو
عارف وبيسمعك وبيتقبل بالحالة النفسية كمان للأم فعلا. جدا لما بتبقى أم تعبانة أو حالتها النفسية مش كويسة بيأثر للأسف. والمشكلة الأكبر إن احنا بنينا دلوقتي نواجهها إنه الأب والأم ابتدوا يبقوا مشغولين كمان قوي قوي عن الأطفال. يعني دايما مشغولين يا إما في الشغل يا إما في الموبايل يا إما على الفيسبوك أو تويتر أو كده، الحاجات دي بتشغلهم. فيبقى الطفل هو ما عندوش مش لاقي حد يلعب معاه، هو الاولى بالاهتمام، هو اولويه يعني، هو الاولويه. فنيجي بعد شويه نشتكي الاطفال ولادنا خلاص بقوا هم كمان مشغولين في اللابتوب وبقوا زعلانين قوي انه الحاجات دي. طب ما انتوا كنتوا عاملين كده في السن في السن الصغير. المشكله دلوقتي موضوع الموبايل ده حاجه يعني خلاص، لانه هو كان شايف بقى ازاي لناس للكبار والصغيرين مش الصغيرين بس الاطفال بالذات دلوقتي الطفل خلاص اتعود على الموبايل طول الوقت. انت علشان حتى تفصلي عن الموبايل كمان ده بيبقى مشكلة يعني، دي أكبر بس طبعا مشكلة. احنا عشان نعمل ده فاحنا محتاجين نوفر له البديل بالظبط. دي أكبر مشكلة. احنا كان زمان المفروض يبقى في علاقة دايما بين الأب والأم والأولاد، دلوقتي بقيتي لا، حتى اللي بيدخلوا البيت بيبقوا ده بياكل في وقت وده بياكل في وقت، حتى السفره ما بقاش في التجمع بالسفره، وده شيء خاطئ جدا جدا جدا. انه فين الوقت اللي هيبقى اتجمع فيه بابا وماما والاسره؟ مش موجود. تلاقي كل طفل وكل اب وام كل واحد في اوضه او في مكان مختلف فيه حقيقي. فده شيء صعب جدا. فنقدر نقول يعني اللي هي طبيعه العلاقه ما بين الاب والام هي اساس العلاقه ما بينهم وما بين الطفل وبين اطفالهم او ولادهم. يعني كمان مفروض ان احنا ما نقارنش ابدا ابدا بين الاطفال بين حد بعيد او حد اخ او اخت. كمان افظع حاجه انه ما ده بقى اللي ياخدنا للسؤال اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم فيه. طبعا احنا عارفين ان كل طفل مش زي التاني، يعني كل طفل ليه شخصيته، ليه المفتاح بتاعه، ليه المدخل بتاعه اللي انا اقدر اتعامل معاه او ان انا ادخله من خلاله يعني. وفي برضو احنا عارفين طبعا في انواع الاطفال، مثلا الطفل العنيد، الطفل العصبي. فطب يا ترى في بقى قواعد نقدر نمشي عليها في التعامل مع الاطفال وكل طفل على حسب شخصيته او على حسب فكره؟ والطفل العنيد او العصبي ده احنا ممكن يعني برضو ليه قواعد مختلفه ولا نقدر نتعامل معاهم ازاي يعني؟ طبيعي جدا. اولا احنا لما بنيجي نعدل اي سلوك بنقول ان احنا ما بنستخدمش كلمه عقاب خالص، ولا المفروض تيجي في قاموس بتاع اللغه بتاعنا اصلا. احنا بنعدل سلوك. السلوك ده برضو عشان نرجع نقول السلوك ده جه من الاب والام مش من الطفل. الطفل اوريدي هو مولود زي ما قلنا صفحه بيضاء، هو اخلص احنا متفقين ان ده اساس يعني. هو برضو هنلاقي انه في السن برضو 3 سنين سن صغير، في سن سنتين نلاقي الام والاب هما الطبيعي في السن ده انه اول كلمه يقولها الطفل لا. هي دي بالفطره فعلا. هو دي بالفطره ان هو عايز في السن ده يكون ليه شخصيته لي. بالظبط. الاب والام يبتدوا يحسوا انه لا انا ابني كده، حاجه من الاثنين. يا اما الاب والام يحس ان هو واو ده حاجه جميله قوي، ابتدى يبقى عنده شخصيه فدلعه بزياده ونفذ له كل امر. غلط طبعا. غلط. الحاجه الثانيه انه لا، الاب والام لا لا، هو انت من سن 3 سنين عايز تبقى بتتحكم فلا، فهو هيبقى كده غلط قوي، انا ابتدي اشد واتعصب غلط. طب انا حاجه التوازن بقى ده ازاي يعني، او المعادله الصعبه ما هي دي. احنا المفروض نكون مدركين ان مش كل حاجه لا او مش كل حاجه وان احنا نسيبه برضو بالفطره، لان هي ما تبقاش متوتر قوي انه ابني في السن ده بيقول لا. في حاجات لازم تسيبها للحياه تمشي فيها. ده سن طبيعي وهيتقال لا، زي ما هو في الطبيعي ان الطفل بيمشي عند سنه او 9 شهور او سنه وثلاث شهور. لا بنيجي نقول احنا عايزينه من 5 شهور يمشي، ولا بنيجي نقول احنا عايزينه من سنتين يمشي. انا عارفه وفاهمه ان هو دي الفتره بتاعته في المشي، يبقى هي دي برضو الفتره بتاعته في السلوك. تدخلنا سواء بالدلع او بالقسوه بيدي اتنين. يا اما يدي طفل يبتدي يفقد ثقته في نفسه، ودي بتبقى شيء خلاص طبعا لحد ما بيكبر هيبقى راجل كبير وهو فقد الثقه في نفسه. ونرجع نقول انا ليه بقى ابني انطوائي او ليه بقت عنده مشكله عدم الثقه. يا اما يحصل ان هو يفضل عنيد ويتزداد العصبيه، وبالذات لما تقعد الام او الاب يقول ايه
انا ابني طلع عصبي وانا دي اصله طالع لمامته او العكس ويتقال أيوه. قدام كل الابن واحد بيرمي التهم على الطرف الثاني يعني. فبتبقى الموضوع مشكله. وساعات اطفال طب يا اما عشان اثبت ان انا مش هندي فخلاص اوكي انا هسكت خالص وهضيع الشخصيه او طفل يبقى مش فارق معاه بقى مش انتوا كده كده شايفين ان انا عندي طب انا هزود في العناديه صح. فطبعا الموضوع ده بيأثر تجيب جدا نتيجه عكسيه بقى. لازم الاب والام يكون عندهم وعي كبير قوي قوي ولازم افهمهم ان يدرسوا ويقراوا ويتعلموا ولازم يبقى فاهم ان الطفل في السن الصغير في سن سنتين ثلاثه الطفل اصلا شايف ان باباه ومامته دول القدوه صح دول القدوه بتوعه فلما انت تزعق له او تضربه هو خلاص ما بقتش انت القدوه بتاعه عمري ما هبقى ليا قدوتي زعقني ضربني قايل لي كلام بيهني عمره ما هيبقى قدوتي وبعد فتره كمان العقاب ده مش هياثر عليه عشان كده خلاص اتعود ان هو يتضرب ما بقاش عنده احساس حتى بالاهانه طبعا عشان كده بنقول انه لا ما ينفعش كلمه عقاب اصلا في السلوك بتاعنا في ان احنا بنصحح بس سلوك صح. ربنا نفسه قال انا طبيبهم صح لما اتكلم عن تعديل سلوكنا سلوك البشر قال انا طبيبهم مش ما قالش انا بعاقبهم ساعات كتير بيجي لنا حالات بنكتشف انه اللي هم جايين متخيلين ان المشكله عند الطفل الطفل مشكله وبقى صعب قوي ومش عارفين يتعامل معاه فنكتشف ان الاب والام هم اللي عندهم مشكله مش الطفل ولو الاب والام عرفوا ازاي يتعاملوا بطريقه صحيحه الطفل مش هيكون يبقى عنده اي حاجه مشكلة. بتحصل يبقى احنا كده نقول نقدر يعني نستخلص كده من الموضوع ده ان هو الاب والام اساس الطفل أو اساس تشكيل فكره وشخصيته ووعيه حتى هو كمان بيقلدهم في كل حاجه فاحنا نحاول ايه ان هم يعني نعدل سلوك الاباء يعني يخلوا والامهات يخلوا يعني. بالهم قوي من الموضوع حتى تصرفاتهم سواء قدام الاطفال او حتى ما بينهم وما بين بعض يعني يعني احنا حتى الفاظنا احنا كاب وام مع بعض اول حاجه بياخدها الطفل صح. ويقول لك هو الطفل بياخد الالفاظ السيئه ايوه ما هو انت قلتيها اصلا فطبيعي ان هو ياخدها فاحنا لا مش المفروض نقول اصلا حاجات نتضايق ان اطفالنا قالوها صحيح تمام. طب يا دكتوره بنسمع وبنشوف كتير اطفال عندها فرط حركه عاوزين نعرف هل ده يعني حاله نفسيه ولا ده مرض عضوي وازاي نتعامل برضو مع الطفل اللي عنده المشكله دي اوكي فرط حركه هو بنسميه هايبر اكتيف بس هو دوت يعني النسبة بتاعته دلوقتي من 5-8% من الأطفال كتير والفرط الحركة ده بيجي دايما للذكور أكتر من الإناث تمام دايما حتى تلاقي الأولاد أكتر يعني حركة حركة حقيقي فرط الحركة ده بيجي نسب يعني مش كل الأطفال الفرط الحركة بتاعهم هو فرط حركة بس لا في ناس يبقى عندها فرط حركة وفي ناس بيبقى عندها فرط حركة مصاحب بالتشتت وعدم الانتباه وعدم التركيز وفي ناس بيبقى مصاحب الفرط الحركة ضعف في الذكاء وفي فرط الحركه يبقى مصاحب بذكاء عادي او ذكاء عالي لانه الذكاء مش مرتبط بيه تمام احنا بناخد بنعرف الاول هل هي فرط حركه لوحده ولا هل هو فرط حركه مصاحب بتشتت وعدم تركيز ولا فرط حركه مصاحب بمشاكل تانية تمام ولا ممكن تبقى طاقه مجرد طاقه زايده عند الطفل هي بنسميها يعني. فرط حركه اللي هي الطاقه الزايده اقصد ان هي مش الزايدة. مرتبطه بعقله او بحاجه عضويه او بحاجه عقليه لا. يعني احنا كمان في بنقول الامهات اللي عندها وعي شويه بتكتشفها من هو الطفل في بطنها في بطنها أيوة الجنين كتير. بيتحرك كتير في بطنها فهي ده بيبقى بدايه انها فهمت أيوة. ان ده ابني هيطلع شديد الحركه كمان في بنفهمها من الطفل لما بيبقى راضية بيبتدي يعيط كتير قوي واحنا مش فاهمين هو بيعيط ليه انا مأكلاه وفي كويس وفي ايه بيبقى دايما كثير البكاء كمان بيبقى نومه قليل قوي او نومه متقطع غير العاده بتاعت الاطفال فالام تسال اشمعنى ابني مش بينام زي بقيه الاطفال فبنبقى عارفين ده بدايه فرط حركه احنا بنلاحظ بقى فرط الحركه كمان بعد كده بيبقى ليه مشاكل اكتر في انه في البيت بيتحرك كتير قوي الاحظ بقى هل فرط الحركه ده في المدرسه وفي كل مكان ده بعد كده دوت بقى بيبقى موضوع زياده قوي الاحظ هل ده مرتبط بعدم التركيز
يعني قلت له حبيبي روح هات لي كذا، فيروح عشان يجيبها ينسى هو كان رايح يجيب ايه، يقف قدام التلاجة هو انا كنت عايز ايه، مفيش عن تركيز، فيبقى انا عندي فرط حركة مصاحب بالتشتت وعدم التركيز. فاحنا بنشوف على اي اساس هو. طب ده ليه علاج يا دكتور؟ طبعا يعني طبعا فرط الحركة لو لوحده ليه طرق، ولو معايا عدم تركيز، عدم مثلا تركيز بيبقى ليه طرق تانية. يعني عدم التركيز دايما بنقول ان مشاكل عدم التركيز والتشتت ليها كذا نوع من العلاج، يعني في علاج غذائي، في علاج دوائي، في علاج سلوكي. جات لك حالات قبل كده يا دكتور طبعاً وعالجتيها يعني فرط حركة زيادة؟ لو فرط حركة لوحده ولو مع مصاحبه تشتت طبعا بيجي، لانه هو لو كل نتيجة ايجابية يعني بيبقى ليه علاج. يعني مفيش حاجة الحمد لله في الدنيا ملهاش علاج، حتى لو هي مش ظاهر دلوقتي بعد وقت بنكتشف ان شاء الله كل داء دواء. بالظبط صحيح. بس فرط الحركة عموما يعني الناس مش قادرة تفهم ان هو فرط، وساعات فرط الحركة بيكون مصاحب بذكاء عالي. يعني مش يا اما مش شرط تشتت يعني. يا اما ذكاء عالي. هو عشان كده بقول ان هو بيصاحبه اشياء كتير. فرط الحركة انه علاجه ان هو يكون بنلعبهم بطرق مختلفة او بندرس لهم بطرق مختلفة. يعني انا ما اجيش على انسان عنده فرط الحركة واقول له طول اليوم خليك قاعد، اقعد على الكرسي، اقعد على الكرسي. لا بالعكس، ده المفروض احنا نشغله فبالظبط كذا، ما تعملش كذا. فاحنا بنطلب منهم ان يلعب رياضة، يطلع الطاقة اللي جوه، يعمل عمليه تحويل، يعني يحول السلوكيات الزايدة او فرط الحركة الزايدة عنده ان هو بيعمل حاجات تانية مفيدة يعني. وبنطلب مثلا في المدرسين بتوع المدرسة الطفل عنده فرط حركة اعمل حاجة، خليه هو القائد بتاع الفصل، خليه هو اللي يقوم يساعدك، يبقى هو اللي يوزع حاجات، يمسح الشورت، يعمل هيشارك الحاجات هو اللي هي انت القائد بتاعهم، ظبطهم لي وزع زي ما حضرتك قلت. على فكره جدا جدا. وبالتالي هو اصل هو مش هيقعد في المكان بتاعه فتره طويله، هو عمره ما هيقدر يعمل كده. فعشان انا اشغله، وكمان الفكره ان انا العبه العاب تركز، لو كان عنده تشتت وعدم تركيز يعني اخليه يلعب العاب منها انا بخليه يركز ويقعد فتره، واقول له طب انا عايزه اللعبه دي تتعمل دلوقتي مثلا في نص ساعه. الاول هقول له في 5 دقائق، لو هو مش هيقعد لي نص ساعه فاقعد له 5 دقائق، بعد ازودها ايه اصعب له اللعبه، اقول له خليها مثلا في 6 دقائق. ولازم اتعلم انه لازم يكون عندي صبر جدا 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 في التعامل مع الابناء، لان كل حاجه زي ما هي جت على مدار سنين فمش هتتحل في يوم وليله. مع الوقت طبيعي طبيعي جدا جدا. طيب يا استاذه فنار، احنا طبعا بنسمع كتير عن موضوع التوحد، وهو تقريبا برضو تقريبا يعني زاد الفتره دي، بقينا نسمع عنه كتير جدا ان الطفل ده عنده توحد او الطفل ده متوحد. فاحنا يعني بس كنا عايزين نفهم الموضوع جاي ازاي، يعني هو ده التوحد ده عباره عن مثلا ليه يعني اسبابه نفسيه، ولا هو بيبقى مرض عضوي ومحتاج علاج عضوي، ولا محتاج علاج نفسي؟ والطفل بقى الطفل اللي هو المتوحد، ازاي كل ام مثلا تعرف تقدر تكتشف بدري ان ابنها عنده المرض ده وتقدر تتعامل معاه ازاي؟ صحيح. التوحد صراحه هو فعلا منظمه الصحه العالميه قالت ان بقى في طفل من كل 160 طفل للاسف الموضوع زاد جدا التوحد. يعني الموضوع زاد قوي، الاوتيزم بقى حاجه عالميه، يعني مشكله للأسف. عالميه وللاسف للاسف احنا في برضو لعدم القراءه وعدم الاهتمام وعدم الوعي بيزيد، لانه التوحد مش نوع واحد، التوحد انواع. يعني في عندي حاجه اسمها سمات توحد، وفي عندي توحد بسيط، وفي عندي توحد متوسط، وعن توحد شديد. فهو درجات. عدم الوعي اصلا وعدم ادراك ان انا اعرف ازاي اتعامل مع، افهم ازاي اصلا ان انا ابني عنده توحد، دي مشكله كبيره، والناس ما بقاش عندها فكره انها تحاول توصل لها. الطفل اللي عنده توحد بيبقى فيه ليه اعراض كتيره ظاهره عليه. اول حاجه ان هو مش ممكن هينظر في عينك، مش هيكون عنده ان هو يكلمك وهو بيتواصل معاك، مفيش تواصل، مش مش هيبص في عينك، مش هيبص في عينك، ومش هيخليك تلمسيه. اللمس برضو عندهم صعب جدا، صعب جدا يعني. جدا حتى لو بابا او مامته، يعني ساعات جالي اب مره بيقول لي انا نفسي احضنه،
بيبقوا رافضين فكره التلامس. بيبقى عنده فكره كمان ان هو عنده لزمات حركيه سواء في ايده في رجله، فيفضل صحيح. يعمل حركه بايده مثلا معينه يعملها كتير، او برجله معينه يعملها كتير، فليه لزمات حركيه. في كمان في التوحد انه قاعد طول الوقت في لوحده، مش اجتماعي خالص. مش عايز اي حد يبقى معايا، هو مرتبط بعالم العالم بتاعه ومبسوط بيه. عشان كده بنبقى شايفين انه من اسوأ الاشياء اللي بيعملوها الاب والام ان هو انت شايف ان انت مرتاح من ابنك، فانت حاطه قدام موبايل او حاطه قدام التلفزيون، وده بيزود اكتر الاشياء، بيزود درجه التوحد حقيقي. بيزود يعني ممكن يكون توحد بسيط في الاول، سبته فتره كده فبقى خرج من التوحد البسيط، بس ده يعتبر مرض عضوي يعني ملوش علاقه بال لا ده هو ده هو يعني. هو مرض. لا اصل في فرق ما بين الانطواء والتوحد. بالظبط. لا هو حاجه جينيه يعني ممكن يجي من الوراثه، ممكن يجي من الجينات، ممكن بس احنا بنزود حاجه مكتسبه يعني. هو الطفل بيبقى مولود كده، بس احنا بنتحكم بسلوكياتنا فيه. بنتحكم بان احنا بنزود، يا اما بنزود الوقت بتاعه يعني نزود الدرجه بتاعته، يا اما بنقلل الدرجه بتاعته. تمام. على حسب العلاج. في دقيقه واحده لان الوقت تقريبا خلص. حضرتك تقولي لنا ازاي احنا كناس كبار نتعامل مع ضغوطات الحياه اللي احنا بنمر بيها. كتير مننا عنده ضغوطات في العمل، ضغوطات في البيت، ضغوطات مش كتير، في ده الكل يعني تقريبا. احنا كل الكل بيعاني. عايزين بس من حضرتك روشتة كده ازاي نعدي الضغوطات دي من غير ما تاثر بالسلب على نفسيتنا. لا على مدار طويل. الضغوطات اولا احنا بنقسمها ضغوطات نوعين، يعني في ضغوطات خارجيه وفي ضغوطات داخليه. الضغوطات الخارجيه احنا مش قادرين نتحكم فيها، يعني حد توفى له، حد قريب، حد مر بمشكله طلاق او فشل في العمل، او فدي ضغوطات خارجيه ملناش اي علاقه بالقدريه يعني. المشكله بقى ما تسيبش اثر كبير. الضغوطات الداخليه هي طريقتي لاستقبال المشكله الخارجيه. بالظبط. فان انا يكون عندي وعي، يكون عندي فكره ان انا هستقبل الضغوطات دي ازاي شخصيتي. فتلاقي شخصيه حد مات لحد بس دوت تقبلها وده لا. فالفكره عندنا ان احنا ازاي نتقبلها. حضرتك شرفتينا ونورتينا. انا اسفه والله. بعد ان شاء الله برضو هيبقى في لقاء باذن الله تاني علشان نقدر نكمل الموضوع ده، مهم جدا اكيد طبعا. مش هيكون يعني مش اخر لقاء باذن الله، ونتمنى ان نقابل حضرتك كتير في لقاءات كتير عشان نفيد الناس كلها. شرفتينا كتير يا دكتوره. شرفتينا ونورتينا واهلا بيكي. طيب وان شاء الله كده في لقاءات متجدده دايما يا رب باذن الله. اعزائي المشاهدين انتهت فقرتنا، وان شاء الله يا رب تكون عجبتكم وقدرنا ان احنا نقدم معلومات قيمه ومفيده ليكم. وبنشكر الاستاذه فنار خليل اخصائي علم النفس وماجستير التربيه الخاصه على وجودها معنا النهارده على المعلومات القيمه اللي قدمتها لنا. وانتظرونا بعد الفاصل مع منى ونهله والشيف شيماء. السلام عليكم.